نوجه رسالة مختصرة تمام للكلب، الكلب وكيل النيابة اللي تطاول علي عقيد وقال له طز في القيادة طز في حفتر، والله يخليك عبرة عليها. ماليش علاقة بالعقيد أنا، سواء أنه متهم ما هوش متهم، ماليش علاقة بالمتهم العقيد، لي علاقة في كلمتك. إذا صحت كلمتك يا وكيل النيابة اللي قلتها للمتهم، قلت له طز في القيادة وطز في حفتر، القيادة اللي ضحى من أجل أخويا وضحوا من أجل شهداء، والله يخليك عبرة لغيرك يا وكيل النيابة. دوروه كلكم، تو نزل مقطع صفحتي وشوفوا الاسم ودوروه من وكيل النيابة وتحروا عليه وظلم ما تظلموش. نحن شباب الكرامة قاعدين كم ولية دم، قاعدين كم بالمرصاد يا خور يا مندسين. حفتر اللي تقول طز فيه اللي خلاك راجل باش تقعمز في السلك الدبلوماسي لما كنت هارب. حفتر يمثل خويا الشهيد، وحفتر يمثل الجيش ويمثلني يا كلب. لكن تو نشوف الرجاله، والله يخليك عبره، اقسم بالله العظيم يخليك عبره لغيرك يا وكيل النيابه. وتو نشوف الرجاله، هذا مبدا ندافعوا عليه ونضحوا ونموتوا من اجله. مش خير مني خوتي الشهداء، مش خير مني الشهداء اللي ماتوا. لما يوصل الامر التطاول على القياده والتطاول على القائد العام، يطيرن فيها روس ويصير فيها دم، لان القياده العامه ماتوا من دونها دونها رجال، وضحوا دونها رجال بالالاف يا كلب يا مصخ. ندوروا فيك، راه ندوروا فيك انت وكيل النيابه اللي قلت طز في حفتر وطز في القياده، حي على امك كان يطلع الكلام هذا صح. ما نظلموش نحن، راه عمرنا ما نظلمه، لكن كان الكلام هذا يطلع صح والله ما تمشي بالسهل، والله يخلوك عبره لغيرك. تقول طز في القياده وطز في حفتر يا مصخ، والله لو قلت لي انا راني قتلتك. القياده اللي ماتوا دونها الاف يا مصخ يا سفيه. ندوروا فيك راه قاعدين، والدنيا كلها تدور فيك، ومجموعات برا قاعده تدور فيك بتعليمات مني. انا لما يوصل التطاول وحنتحر وحنتقصوا الحقيقه قبل كل شيء، قبل كل شيء حنتحر ومش حنظلموا، لكن حتكون عبرة لغيرك إذا كان الكلام هذا صح. توصل بكم الأمر ليش ما سبيته هو؟ ليش ما تطولت عليه هو المتهم؟ شن دخل القيادة وشن دخل المشير يا حيوان؟ المشير اللي خلاك راجل، المشير لما أنت كنت أنظر وإن كارس أو كنت مع الدواعش. فهذا ضروري يكون عبرة لغيره. مش مرة أخرى لما واحد بيفكر يتطاول على المشير، ولا بيتطاول على القيادة العامة للجيش، ولا بيتطاول على الكرامة، يشوف اللي قبله شنو صار له. أنا حلفت والله يخليك عبرة لغيرك، الله واحد. أنا ولد حفتر يا سي، أنت غلطت في باتي توي، تو نوريك. واللي تطاول على القيادة العامة مصير الموت، لأن هذا تطاول على الشهداء وخان الشهداء وخان التضحيات. المشير يمثلني، لا انا نحكي على نفسي، انا منحاز للمشير فقشك بالليبي، انا منحاز للمشير فقش، واللي بيوصف المشير وصل فيه وصل في عائلتي وفي قبيلتي من الاخير.